واحنا متحاربين من كل شيء. هسه اليوم انا ضريبتي بالسنه تطلع بالمليون ونص، ايجاري بالسنه 1,600,000. خوش نعمه. كان 600، كان زمن صدام 200,000، بعدين زيدوا صار 600,000، بعدين اجت اليمين الجديده راسا قمزته المليون و600. يا بليش اعترض، اعترضنا، تقول لي اعترض. قلت للموظف، قلت له اعترض انا، قال لي لا، اذا تعترض ترى بالباب ياخذون الميليشيات، ومتفقين ويا الميليشيات قاعدين بالزوراء. يقولوا له يوم المزاد شو وقت يطب عليك، يقول لك اكسر قرار اذا ما تعطيني مبلغ هالقد. يجيني واحد من الامانه موظف حتى اعرف اسمه واعرف شكله، يقول اعطيك ورقه، يقول انطي ابلغ شو وقت المزاد، تعطيني انت ورقه ونص لو ابلغ لهذا الشخص الجاي يدخل على المحل، ابلغ شو وقت المزاد حتى يجي يكسر قرار عليك ياخذ المحل. هو لا عنده اجازه صناعه احنا عندنا جايز وعندنا شغلات وعندنا مرتبه شغلتنا من الامانه ومن الدوله كلها. هذا اللي تقول عنه اللي تعطيه 150 دولار 100 دولار زين نعمه، هذا على 100 دولار وهيك لاعب اي بايع القضيه كلها، بايع القضيه اي، هذا موظف اي ما يكفي لا رواتب عندهم يكفيهم ولا، يقول لك انا ما يكفيني عايش عليكم منه، حساب ماكو اي حساب ماكو، حساب ماكو، لو اكو حساب وعلقه من 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 ياخذ. الله شاهد دخلت مزاد على المحل لقيتهم شلون الوحوش واقفين بالباب، قالوا اخوان اللي ما عنده براءه ذمه من الضريبه ما يدخل، ما يدخل على المحل مزاد. وهاي احنا طبينا لقيناهم قدامنا، اعطوا فلوس ودخلوا، لقيناهم قدامنا لحياتهم حاط له تربه زرقاء هنا سوداء العفو بقصته وقاعد، تطلع تدخل على محلك، تدخل على محلك واخذته، وهاي محلك صار لك سنين بيه، طلعت بالباب وقفلك، تعطيني هلقد ترى اكسر قرار عليه. هو الموظف قال هذول موجودين ياشر لك عليهم قاعدين على الكراسي يتمضحكون. نعمه اي تعطيني، اي تعطيني ورقه ترى يكسرون على محله، وصدق هذا عده على الرفاع اللي قدام كسروا، ما يدري خطيه طبعا على محله، هو محل مال ايتام يعني عنده ولد اخوه ايتام ومعيش المحل، معيش الايتام من وراه، طب على محله خذ المحل وعلى حسب اصوله. هاي ورا يومين ثلاثه اجى المبلغ قال له يابا ترى كاسرين قرار عليكم ماخذين محلك. الله شاهد لو تدروا وين سوموه، قعدوا بجامع مال بيت الله سوموه، خذوا من يمه 60 ورقه يلا رجعوا له محله. وهاي وهاي العفو، هاي المساعده من الامانه مساعده الميليشيات حتى ياخذون حلال العالم ويجبرونها ان تدفع فلوس حتى